أنا فتحية شاهين صغير، أنا من عائلة مهجرة من قرية الدامون الواقعة شرق سهل عكا، وأهلي كباقي سكان البلدة هجروا شمالا في سنة النكبة. أنا من مواليد 55، ولكن يعني ما زلت أذكر طفولي اللي مش طفولي. ما كانش في عندي ألعاب ألعب فيها، كمان البيت اللي اتقلنا نسكن فيه كان صغير جدا، عبارة عن غرفة واحدة وبجانبه مطبخ وحمام وهذا هو يعني. وهاي الحياة يعني انعكست علي وعلى إخوتي وعلى خواتي، ووجهتنا إن نسير ونبحث عن أطر سياسية اللي تعبر عن حياتنا وتعبر عن ألمنا وتعبر عن طموحنا إحنا الجيل الثاني اللي بعد النكبة. انضميت لها الحركات النسائية اللي تمثل مطالبي وتنادي في حقوقي كامرأة عربية أسكن في هذه البلاد. اليوم يعني بظل الحكومات اليمينية في داخل البلاد إحنا عايشين في قلق. ممكن في مخطط لاقتلاعنا كمان مرة من البلاد، عشان هيك بشوف في دور كبير لإلنا كجماهير فلسطينية بقينا في بلادنا إن نرفع صوتنا، نكون واعيين لهذا المخطط، نرفضه كلية، ما إناش مكان آخر إن نروح عليه.